اللي حصل طبعا قبل شوي اجت قوه من الاجهزه الامنيه لمنطقه وادي ابو كتيله، قاموا بانزال رايه خضراء فزعنا لعدد الجبات الموجوده والكميه الهائله طبعا من الافراد الموجودين في المنطقه. نزلنا كافراد منطقه، يعني احنا هذه المنطقه ما فيش فيها حدا غيرنا. بنسال المسؤول عن القوه، بنقول له شو في؟ قال انا جاي شغل انزل رايه. فاحنا ما حكيناش ولا كلمه، قلنا له يعني زي ما بدك تسوي. فصار بحكي يعني اشياء مستفزه، انا بعرف مين ركبها وبنحاسبه قانونيا، والاصل تاخذوا اذن من المحافظه انك تركبوا راي ومش عارف ايش. بنقول له مش احنا ركبنا اصلا، فعندك الحاره اللي ركب يا اخويا يعني جيبوه واعتقلوه. فقال مش انتم بتعلمونا شغلنا ومش عارف ايش من الحكي. فبدا بعمليه اطلاق الرصاص مباشره بدون ادنى يعني محاوله لتفاهم. فبقول انت ايش اسمك؟ بقول انا اسمي راضي كرامه، جاي احل الموضوع اذا في اشكاليه عندك. فبقول للشباب معه اول واحد اعتقلوه راضي كرامه. فبدأت عملية إطلاق الرصاص وإطلاق قنابل غاز وقنابل صوتية علينا. طبعا تم اعتقال 5 أو 6 مواطنين حتى الآن، منهم 2 أشقاء إلي، 2 عمام إلي كبار بالعمر وأبناء عمومة، بالإضافة إلى أنه تم إصابة أخي طبعا بحالة تشنج بعد الاعتداء عليه بالضرب وكذلك العصية الكهربائية. مجموعة كبيرة من الأفراد اقتحمت منازلنا، للأسف الشديد في منزل لعمي وهو متوفي، اقتحموا العائلة، اقتحموا منزل العائلة على سيدة مريضة بالسرطان، وتحدث والدي طبعا معهم أكثر من مرة، قال لهم انه هذا المنزل فيش فيه غير الاناث. فاقتحموا هذا المنزل وقاموا بمداهمه المنزل بثلاث طبقات لتفتيشه، ما لقوش فيه حدا وانسحبوا بعديها بالمنطقه بعد الاعتداء اللي صار. طبعا نقلنا عدد من الاصابات او حتى عالجنا عدد من الاصابات ميدانيا، هي الاسعاف موجوده، وتم يعني الانتهاء من هذه العمليه بالاعتقالات والضرب والاعتداء علينا بشكل هامشي. انا احمل المسؤوليه الكامله طبعا لمسؤول هذه القوه اللي قلنا بالبدايه بطريقه يعني تفاهميه، قلنا له ايش بدك؟ احنا بنعمل، فيش مشكله عندنا، بدك تنزل الرايه نزلها، اصلا هي لها سنه معلقه. هو لم يتجاوب معنا، ونحمل ايضا محافظ الخليل مسؤوليه كامله حقيقه، بنحمل المسؤوليه لمحافظ الخليل اللي للاسف الشديد لليوم ما بنشوفش محاسبه على اعتداءات الاجهزه الامنيه للناس بشكل عام والمواطنين الموجودين امنين في بيوتهم.